أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم من ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت. قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا الحديث صحيح، وورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علماء الإسلام. هذا الصحابي اللي هو سعيد بن المعلى رضي الله عنه ورضي الله عن سائر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في المسجد، يعني كان يصلي نافلة. سمعتوا؟ كان يصلي نافلة. ثم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فدعاه: يا أبا سعيد، يا أبا سعيد. فلم يجيبه، ما جاوبوش لأنه يصلي. فهمنا؟ لما كمل الصلاة راح للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: لبيك، هانا جيت، واش خير إن شاء الله، هاني جيتك. قالوا: ليش لما ناديتك وانت تصلي وانا نادي فيك ليه ما تجاوبش؟ قالوا: يا رسول الله، كنت نصلي. قالوا: لا، اسمعوا مليح. قالوا: لا، باش تشوفوا رانا ضايعين ضيعة اللي ما يعلم بها إلا الله، رانا في الفسحة من أمرنا وجالسين وما استجبناش لا لربي ولا للرسول. بينما هذا الصحابي يصلي، قالوا: الله تبارك وتعالى واش يقول؟ أعظم آية من ناحية الاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله، واش يقول؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله الذي لا إله إلا ولو أجلس منا للعيشة وأنا أفسر في هذه الآية والله ما كملها. من أعظم الآيات التي جاءت في الاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله. واش معنى الآية هذه؟ قال له هذا الصحابي، قال له: يا رسول الله، أنا ما بغيش لما زهمت علي وناديتني ما بغيتش نجي لك، لأن أنا كنت نصلي في النافلة، ما بغيتش نقطع صلاتي. قال له: ربي، واش يقول لكم يا المؤمنين؟ يقرأوا القرآن، يقول لكم: إذا ناداكم ربي وناداكم الرسول جاوبوا. ما قال لكش إلا كنت تصلي ما تجاوبش، ولا كنت لاتي بالبردعة ما تجاوبش، ولا كنت لاتي بالخدمة ما تجاوبش. وقت ما يناديك جاوب، راك في الصلاة، بطل الصلاة وارواح، لأن ربي سبحانه والرسول أعظم من النافلة. فهمنا ولا ما فهمناش؟ استجابة لله واستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من صلاة النافلة. وزيد العلماء يعني ذهبوا إلى أبعد من ذلك، وهو أن الإنسان إذا كان يصلي صلاة النافلة، سمعوا مليح، إذا كان يصلي صلاة النافلة وجاء باباه ولا يماه عيط له، قالوا: يا وليدي، يا وليدي، يا فلان، يبطل الصلاة ويستجب لباباه. سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ ماشي المرتو، البابا ولا اليما، اذا نادت له: يا ولدي وين راك، يا ولدي وين راك، يقول: هانا ذا، ويبطل الصلاه. لماذا؟ لان استجابه الوالدين الصلاه تقول النافله، لان كنتم راني عارف تخرجوا برا وتنقلوا على الشيخ اللي هب من هب ودب. فهمنا كيف؟ لان نقلوا عليا كلام انا ما قلتوش، ورا الحمد لله كل شيء مسطر باش غدوه ما يكذبني حتى واحد. اقول صلاه النافله اذا كان الانسان
يصلي صلاة النافلة ثم دعاه أبوه أو أمه فليترك صلاة النافلة وليستجيب لأبيه أو لأمه. لماذا؟ لأن استجابة الوالدين يعني واجبة في تلك اللحظة، أما النافلة فأمرها مطلق. ما صليش دركا بعدين تصلي، ولكن إنما جاوش باباك وباباك محصور في ذيك اللحظة ما يحتاجك، فهمناها كيف؟ تقولوا بعدين نجي لك، ولو كان بعدين في ذيك الوقت يموت وكان ناوي يوصي وصية راحت، فهمناها كيف؟ لذلك إذا ناداك يا أخي الكريم أبوك أو أمك وأنت تصلي النافلة فعليك أن تستجيب وتترك النافلة تباعا لهذه الآية الكريمة وتباعا لأمر ورد في بني إسرائيل وقول لكم منايا. فهمت كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استدل به، فهمنا؟ كان عالم، والقصة موجودة في صحيح البخاري باش تشوفوا احنا كيفاش رانا ضايعين. ربي سبحانه ينادي حي على الصلاح حي على الفلاح واحنا لاتيين ما نفلحوش. ودركا نقول لكم وتقولوا الشيخ صادق ولا كذاب، من ايامات بالك اليوم ولا غدوه نولوا نصلوا العشاء على الثمانيه، ياك الثمانيه واش توافق؟ قولوا واش توافق؟ توافق نشرة الأخبار، فهمنا؟ تستجيبون للتلفزيون وتتركون ربكم الذي خلقكم، فهمنا؟ ولكم عذر عند الله، تقول يا ربي كنا نتفرج نشرة الأخبار، لك عذر صح، هذا عذر شرعي. والله يا إخواني الكرام غرنا ضايعين ضيعة لما يعلم بها إلا الله. لذلك لما نشوف الحروب والزلازل والفتن والزنا والمصايب والغلا والوباء قولوا علاه؟ فبما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير، بذنوبنا يا إخواني الكرام. القوم الذين يتركون الله تبارك وتعالى ويتركون رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفون إلى اللهو وإلى القمار وإلى الميسر وإلى التلفاز وغيرها ويتركون حي على الصلاح حي على الفلاح، نداء من الله صريح صحيح أنك تفلح وأنك تنجح. وكذلك الصلاة خير من النوم، ولا يأتون ويقول لك الزنزلة هذه لا وهذه الحروب لا، بذنوبنا فبما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. قال ربي سبحانه هذا الشراب اللي دارته يدكم وراني نعفو بزاف، لو كان ما نعفوش بزاف راه ربي سبحانه والله كما قالت الآية ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا وما ترك على ظهرها من دابة. قال ربي سبحانه لو كان نأخذ الناس بالشي اللي داروه حتى حاجة ما خليها على وجه الأرض، كامل زنزلة جيت عم الدنيا كلها تدخل تحت الأرض، منا كيف؟ ما نسواوش نعيشوا لا الملاح ولا اللي ماشي مليح، كلنا على حد سواء، لأن اللي ماشي مليح راه هامل واللي مليح ما بغاش يوري له خلاه ضايع. رانا نشوفوا الآن ثمانية راهي جاية ونشوفوا المؤمنين الخلص اللي ولوا يجوا صلاة العشاء والباقي حتى يكمل نشرة الأخبار ويشرب القهوة تاعو مليح باش يروح يصلي وحده مع النساء في الدار، وله عذر في هذا. وقلت لكم دائما الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب بينه وبين الأعداء والجيوش تتصاف إلى صفين، صف يجاهد الأعداء وصف يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الرسول يذهب الجيش الثاني بعدته وبأسلحته فيمسك الدور على الجنود الذين كانوا يقاتلون، ثم يذهب الجنود المقاتلون يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون معه. هذه تسمى في الشريعة الإسلامية وفي الفقه تسمى صلاة الخوف، ولكن احنا بلا خوف رانا لاتين من نشرة الأخبار ونخلوا ربي. يا إخواني الكرام أنا أقارنكم الآن، خلوها مقارنة منطقية بالحساب يلا نتحاسبوا. إذا عندك ملاقات مع مليك ولا رئيس، وعندك ملاقات مع واحد ضعيف كالناس، فهمنا؟ يكنس له قدام باب الدار، والتقات هذه الملاقاة في وقت واحد، واش تدير انت؟ انت لابد تبيض الثوب وتسقم حالتك وتمشط وتدير الريحه وتروح تقابل الامير ولا الملك ولا الرئيس، والزبال تخليه، صح ولا ماشي صح؟ لين يقول لك هذا ما يهمنيش فيه غدوه يجيك ونهضر معاه، فهمنا؟ طيب خلوها ننطلقوها، متفقين على هذه كلنا؟ متفقين ولا مش متفقين؟ متفقين باللي نروحوا للكبير نتفاهموا معاه. يلا تعالوا الان، عندك نداء، عندك ملاقات مع ربي وعندك ملاقات مع الزبالين، مع الصحافة الذين يأتون بكل من هب ودم.
وتبقوا انتم لاصقين عيونكم واعصابكم مثائره وما نش عارف واحد يسب التلفزيون واحد يضربوا بالكف وما نعرف واش نوع لا من نوضتوا لله ونوض تصلي احسن لك. عندك الان ملاقات مع ربي وعندك ملاقات مع الصحافه، وين تروح؟ رانا نروحوا للصحابه ما نقولوش لربي. نقول لكم والله الذي لا اله الا هو وانا في بيته ان الائمه اللي صلوا بنا اصبحوا يختصرون الصلاه حتى يدركون نشره الاخبار. فهمنا العلماء والشيوخ اللي صلوا بنا صبحوا نفسهم يصلي اذا جاء وقول هو الله باش يكملوا يجري نشره الاخبار ويمرمدوها وما تلحقش انت حتى بزوج ركعات تاع السنه ما تلحقش تصليهم. فهمنا إذن الملاقاة وين راهي؟ خلينا ربي سبحانه ملاقاة حقيقية، لأن الله تبارك وتعالى لما نقف في الصفوف فإننا بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك إذا جاء واحد يقطع لك صلاتك حبسه، لماذا؟ لأن الصلة بينك وبين ربي راهي متصلة، كأن ربي راهي يشوف فيك وراه واصل الحبل تاعو، ويجي واحد يقطع لك صلاتك حبسه. فهمنا كيف؟ رانا عندنا ملاقاة مع ربي. حي على الفلاح يا عبادي، تعالوا إلى الفلاح، تعالوا إلى الصلاة التي هي نور وبرهان يوم القيامة وحجة لك أو عليك. نتركها ونذهب إلى التلفزيون ونجلس ونختصر الصلاة ونكورها ونمرمدوها وما نجموش حتى نصلوها بإتقان، وبعدين نصلوها كذلك ونصلوا السنة الراتبة تاعها ثم نذهب. وكما قلت لكم دائما هذه الأشياء يا إخواني الكرام تستطيع تستدرك، تشتري جريدة تقرا، تقول صاحبك يعلمك يفهمك، ولكن إذا راحت لك صلاتك شكون يخلفها لك يا إخواني الكرام؟ إذا راحت لك صلاتك في وقتها وين تلقاها؟ مصيبة وأي مصيبة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من ترك العصر بغير عذر فكأنما وتر أهله وماله. يقول لك اللي يخلي صلاة العصر كصلاة برك، صلاة واحدة وهي صلاة العصر خلاها بلا عذر حتى تمشت الشمس والعياذ بالله وغربت، يقول لك بحال اللي جا لداره ولقاها انحرقت، ما لقى لا مرأة لا ذراري لا دراهم لا والو، لقى غير الوطية والأرض صحيحة. وين راحوا الناس؟ قال لك شعلت فيهم النار، راحوا كل شيء. مصيبة أكثر من هذه: من ترك العصر بغير عذر فكأنما وتر أهله وماله. اللي يترك العصر بغير عذر بحال اللي جال داره ولقاها انحرقت بما فيها مالها وماله وولده، هذه مصيبة عند ربك ذر. ولكن أنا تاركين صلوات كثيرة، ليست صلاة العصر وحدها، تاركين صلاة كثيرة لا لشيء إلا لأنهم ألهونا بأمور تافهة ما عندها حتى معنى. يا أخي العزيز حرب نايضة، تعالوا نجول الصلاة وندعو الله تبارك وتعالى ينصر الإسلام والمسلمين وأن يحق الحق ويبطل الباطل، هذه هي الإسلام. وإلى نروحوا للتلفاز نتفرجوا. وبعض الناس يا إخواني الكرام نقول لكم واش داروا، واحد الناس جاوني أنا للدار وسألوني واش داروا يا إخواني الكرام، انتبهوا بالقضية ولات فراجة كبيرة كما تقولوا انتم سليمة، الحرب هذه ولات سليمة ماشي ولات حرب مصير. نطلبوا ربي سبحانه يفرجها ونطلبوا ربي سبحانه يعني ينصر الحق فيها. لا، راحوا شراوا واش شراوا؟ شراوا الجفنه تاع الشيطان، شراوا مذله الشيطان، شراوا البارابوليك. علاه؟ قالوا باش نشوف الحرب قباله، لان الصحافه تاعنا راهي تكذب. هذا هو يا اخواني الكرام، هذه هي، نشروا البارابوليك باش نشوفوا الحرب سوا سوا، ولا نجوا لربي ونتوبوا لله ونجوا يا ربي انصرنا يا ربي انصر الاسلام والمسلمين، ولا نجوا نتفرجوا. اذا ولات سليمه، فهمنا كيف؟ ولات الحرب هذه سليمه، وغدوه تجي القنابل تضرب هنايا وتلقانا نتفرجوا، ما تلقاش حتى واحد محضر الشهاده تاعو لا اله الا الله محمد رسول الله بيموت مسلم ما يلقاه، يلقاه قاعد مع التلفزيون يموت هو التلفزيون. فهمنا كيف؟ لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام، هذه المساله راهي صعبه. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه اللي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لما تكون تصلي النافله وتسمع الرسول يناديك خلي الصلاه واروح للرسول. فهمنا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يدعونا لماذا؟ للحياة. سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ الله أكبر. إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة أين تكون؟ احنا الحياة رانا دايرينها تكون في الماكلة، كي ناكلو نحيا وإلا ماكليناش نموتو، صح؟ هذه نقولوها. بينما نقول لكم اللي يحيينا واشنو؟
نحن إذا بغينا نكونوا مسلمين حقيقيين مؤمنين تاع الصح، تدروا واش يحيينا؟ يحيينا الدين. بالدين نحيا وبعدم الدين نموت. الدين هو الذي يحيينا، وعدم الدين هو الذي يقتلنا ولو كانت لنا أموال قارون وهامان. إذن ربي سبحانه قال إذا دعاكم استجيبوا لله، إذا نداك ربي يرواح، قال لك أرواح تصلي أرواح باش تحيا، لأن ربي سبحانه يا إخواني الكرام خلقنا لكي يخلدنا في الجنة، ولكن والله نحن أردنا أن نذهب إلى النار. ربي سبحانه خلقنا باش يدخلنا للجنة. لما يحييكم ليست هذه الحياة التافهة، وإنما الحياة الأبدية السرمدية التي لا يعلم نعيمها إلا الله تبارك وتعالى. هذه الحياة اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي قال عليها ربي إذا دعاكم لما يحييكم. الصنتوا واستاجبوا الرب إذا عيطكم وقالكم مرواحوا. لماذا؟ لأنه أمر فيه حياتكم، له فيه حياة، وعدم استجابة أمر فيه ممات. إذا جاوبت راك جيت للحياة، وإذا ما جاوبش راك جيت للممات والعياذ بالله. أفهمنا كيف؟ لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، فالمسألة خطيرة، لأنه نحن نحيا بالدين ونموت بعدم الدين. لأننا إذا حافظنا على ديننا، إذا حافظنا على صلواتنا وعلى عبادتنا وعلى جميع شرائعنا، حق لله تبارك وتعالى أن يخلدنا في الجنة. وإذا تركنا صلواتنا وأصبحنا نعبث بها ونلعب بها، أصبحنا ندخل في الآية الصغيرة في المعنى الكبير في المفهوم، وهي سورة تقرؤونها سورة الماعون، ولكن نقرأها ولكن لا نعلم كنها، ولكن لا نتدبرها. واش يقول ربي سبحانه؟ فويل للمصلين. فهمنا كيف؟ فويل للمصلين. القرآن كامل تبعوا، ما قال لكش ويل للسكارى ولا ويل للزنات ولا ويل للفسقة أو أكالي الربا، قال لك ويل للمصلين. ناس مصلين ولكن لهم الويل، وهو واد في جهنم، كما ثبت في بعض الأحاديث أنه واد في جهنم. جهنم تستعيذ الله تبارك وتعالى منه، جهنم تخاف، هذا الواد هذا، وهو الويل والثبور والعياذ بالله موجود في جهنم. ربي سبحانه توعد بعض المصلين بالويل. بعض الناس يصلوا وتوعدهم ربي سبحانه بالويل وهو العذاب الشديد. علاه؟ واش داروا؟ يخصل لاو يخلنا نقول احنا يخصل لينا، واش درنا يا ربي؟ وعلاش الويل لنا؟ موش الويل للسكارى والزنات والفساق، الويل للمصلين. مساكن كما نقول احنا صلوا ولهم الويل. علاش؟ اقرا الايه، كمل الصوره. واشنا الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ لماذا توعدهم الله بالويل؟ لأنهم ساهون عن صلاتهم. كما رانا حنايا راه يستنى وقت يكمل ويقفقف باش يجري نشرة الأخبار يشوف واش كاين، باش يجري يشري والسميد ولا واسمه، راه يجري باش ما يروحلوش واسمه. يا إخواني الكرام هذه كلها لاهي، هذه كلها رانا ساهيين على ربي سبحانه. فهمنا كيف؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كل واحد يسهى على صلاته ويضيعها ولا يؤديها حق تأديتها، ويلتفت ويشتغل بغيرها، إلا يشمله الويل ويشمله العذاب بنص القرآن. لذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصلي المرء وليس له من صلاته إلا ما ذكر أو إلا ما تذكر. فهمنا كيف؟ قال لك الإنسان يصلي ولكن والله ما يدي من صلاته غير الحاجة اللي تفكرها. يعني عندك الظهر في 4 ركعات، صلي 4 ركعات. ربي سبحانه شوف شحال حطيت راسك في شحال من ركعة. إذا حطيت راسك في ركعة تا
تدي راك عا يوم القيامة، حطيت راسك في زوج راك عا تدي زوج، حطيت في ثلاثة تدي ثلاثة، حطيت في ربعة تدي ربعة، حطيت راسك في التلفزيون وفي السميت ما تدي والو والو، راك في الجامع. فهمنا كيف؟ يصلي المرء وليس له من صلاته إلا ما تذكر، غير الحاجة اللي حط فيها قلبه. فهمنا كيف؟ لأن ربي سبحانه، سمعتوا ربي سبحانه، انتم واش تقولوا بالعامية؟ تقولوا اللي بدلك بالفول بدلو بقشورو، كاين ملا ولا ما كاش؟ هكذا تقولوا ياك، كلام صحيح هذا. هكذاك ربي سبحانه، احنا غافلين عليه ضايعين مدبرين، وربي سبحانه يحلل فينا، وروحوا حتى يردكم الحيوط وترجعوا. فهمنا كيف؟ لان ربي سبحانه واش يقول في الحديث القدسي؟ يقول انا، اسمعوا، انا عند ذكري عبدي، أنا عند ذكري عبدي، يقول لك ربي سبحانه أنا مع عبدي كي يذكرني، كي يذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ربي واش يقول؟ يقول أنا مع العبد تاعي كي يذكرني، إذا ذكرني نذكره، إذا ذكرني في نفسه نذكره في نفسي، ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، كي يذكرني في نفسه نذكره في نفسي، كي نذكره في ملأ يعني في جماعة وربعة، أنا نذكره في جماعة وربعة أحسن من الجماعة نتاعو. فإذا أتاني ماشيا أتيته هرولة، قال لك ربي سبحانه إذا جيتني أنت تمشي أنا نجيك نجري، ربي سبحانه، وإذا تقدمت إلي شبرا تقدمت إليك باعا، إذا أنت جيت الرب يشبر هو يجيك قطار جاي عندك، ولكن إذا ما ذكرتوش ما يذكركش. علاش؟ لأن رب سبحانه واش قال في القرآن؟ نسوا الله فنسيهم، آية ولا ماشي آية؟ أنساوني نسيتهم، وعلى ربي ينساو ما ينساش ربي، ولكن هما غفلوا عليا أنا رميتهم. فهمنا؟ إذا نحن وقت ربي يديرنا العبر لما نجو ليه، فهمنا كيف؟ لما نديروا له قيمه، لما نذكروه يذكرنا، لما قربوا له يتقرب الينا، لما نعبدوه كذلك يحمده ويشكره لنا. ولكن اذا غفلنا عنه واتجهنا عن اليمين وعن الشمال وادبرنا عن الله تبارك وتعالى وعن القران وعن السنه، فبالتالي الله تبارك وتعالى يتركنا وهو غني عنا، ونحن نتركه ونحن ضعفاء إليه. ربي إلا تركناه احنا ضعفاء نحتاجوه، ولا ما نحتاجوش؟ نحتاجوه. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ربي سبحانه هو غني ونحن فقراء، كيفاش الإنسان فقير يروح يترك الغني اللي هو ربي؟ بينما هو إذا تركنا فهو غني عنا مطلقا، لأن الله تبارك وتعالى تقدست أسماؤه وتعالى جده أنه من كان يعبده قبل أن يخلق المخلوق. احنا مخلوقين بالطبع، وأننا تناسلنا من آدم عليه السلام. طيب قبل ما ينزل ربي سبحانه آدم الأرض ويتناسل هذا التناسل كله، من كان يعبد الله؟ إذن نبين لكم بل الله تبارك وتعالى غني عن عبادتنا، ما يحتاجناش، ما يحتاج عبادتنا، وإنما العبادة هذه هي لنا نحن. فهمنا كيف؟ هذا الشيء اللي راك تخدمه باش تلقاه يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، واش يقول؟ يا عبادي، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، اسمعوا، والحديث صحيح في صحيح مسلم، يا عبادي، ربي نادينا، يا حديث قدسي، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. سمعت ولا سمعتوش؟ قال لك لو أن الأولين والأخر اللي ماتوا في الأول واللي ماتوا في الأخر والإنس والجن والملائكة كلهم يتلموا ويكونوا على قلب مؤمن واحد، قلب واحد كلهم يعبدوا ربي حتى واحد ما يكفر بره. قال لك ربي ما تديروا لي والو، يعني ما نفرحش بكم على أنكم طلعتوا لي كرسي تاعي ولا طلعتوا لي العرش تاعي، لأنفسكم راكم تخدموا لأنفسكم، لو تكونوا على قلب واحد ما تديروا لي والو.
ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما يزيد لي حتى حاجة في ملكي. زين، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يقول لك لو الاخرين والاولين والانس والجن كلهم يتلموا ويقولوا كلهم في الساعة، كلهم فجار، حتى واحد ما يقول يا ربي، كامل يفجروا ويقولوا كفار. يقول لك ما تنقصوا لي والو. فهمنا؟ اذن ربي سبحانه واش يقولوا؟ انقولوا لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. ما تنفع طاعة، ما تضر معصية. إذن إذا أطعت أنت فقد نفعت نفسك، وإذا عصيت فقد ضررت بنفسك. فهمنا كيف؟ أما الله تبارك وتعالى فهو غني عن عبادتنا، لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة. زين، يقول يا عبادي اسمعوا، يا عبادي إنما هي أعمالكم. اسمعوا العظمة انت يا ربي، يا عبادي، وينادينا بلفظ العبودية لان هذا اعظم تكريم للانسان، مثل ما تقول انت لولادك ما تعيط لهمش باسمهم، تقول يا وليداتي. لو تقول له يا فلان باسمه قلبه ما يتحركش، مثل ما تقول له يا وليدي، لان فيها عاطفة. هكذاك ربي سبحانه ما قاش ايها الناس، قال يا عبادي وراكم رايحين، ترجعوا وتروحوا لربي تحوسوا عليه، نخلوا قضية بيننا وبين ربي نقية ما نخسروهاش، نخلوا العلاقة نظيفة بيننا وبين الله. فإذا فسدت علاقتنا بيننا وبين الله فقد ضعنا ضياعا لا يعلمه إلا الله، لأننا نأتي في يوم ما لكي نصلح هذه العلاقة فنجد الأمر قد ذهب ونجد الأمور قد فسدت. فمن كيف؟ لذلك نخلوا دائما القضية نقية بيننا وبين ربي، لأننا كل يوم نحتاجه، كل يوم نحتاج ربي، ما ناش مستغيين عن الله تبارك وتعالى، لأنه هو ربنا ونحن عبيده ونحن مخلوقون ضعاف وهو غني قوي. لذلك واش يقولنا؟ يقول يا عباد يسم، يا عباد، يا عباد، الله فيه من الترحم وفيه من الإشفاق وفيه من العناية، ما فيه يا عبادي أسمع، إنما هي أعمالكم. إنما هي هذه الأشياء اللي راكم تديروها، إلا خدمتوا وصليتوا وزكيتوا وعبدتوا وخفتوا ربي يعماكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، نحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في عدل أكثر من هذا يا إخواني الكرام؟ والله ليس هناك عدل أعظم من عدل الله تبارك وتعالى، وليس هناك رحمة أعظم من رحمة الله تبارك وتعالى. قال يا عبادي هذه أعمالكم راكم تخدموها، راني نحصيها لكم، الكرام الكاتبين راهم يسجلوا، اللي حضر الصلاة يصلي سجلوه، واللي ما صلى سجلوه. وقلت لكم انت راك تروح تخدم خدمة فيها زوج دورو، راك داير لك اللي يحصيك، فلان جا الخدمة ولا ما جاش؟ قال جا، سجلوه باللي جا. فهمنا كيف؟ وقلت لكم هذه تستطع تلعب وتعطي الورقة لصاحبك ويقول جا، وتروح تبكي وتقول لهم مرضت وطحت، وتروح تدير الفاصمة لراسك وتكذب ويحسبوا لك النهارات. ولكن ربي سبحانه والله ما تنجم تلعب عليه. تقدموا يا إخواني الكرام بارك الله فيكم، تقدموا، خلوا الفوز على إخوانكم جزاكم الله خير. إخواني الكرام، إلى الحديث القدسي العظيم الذي يقول فيه الله تبارك وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. يا عبادي كل الدنيا هذه اللي راهي ماشية، أعمالكم ماشية فيها، راني داير كرام كاتبين يكتبون كل شيء، مسطر كل شيء، فهمنا؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، كل حاجة راهي مديورة راكم درتوها راهي مسطرة، وكل صغير وكبير مستطر. هذا قرآن ولا لا؟ قال ربي كل حاجة صغيرة ولا كبيرة راهي مسطرة. فهمنا عند ربي سبحانه إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، نحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، وبعدين يوم القيامة نعطيها لكم.
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم نحصيها لكم ثم أوفيكم إياها وبعدين يوم القيامة نعطيها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طيب يعني نعطيكم أنا الآن مثال بسيط. شباب هذو اللي راهم يجوزوا الامتحانات يروحوا يمتحنوا، اللي نجحوا يجيبوا لهم الورقة نتاعهم يقول لهم ها والجواب كيف جاوبت، يفرح يقول صحيح أنا جاوبت مليح. واللي ما نجحوش يروح يضرب المعلم كما يديروا تاوعنا ويسبوا حاشاكم ويدفل عليه، يجيبوا له الورقة تاعو سوداء يقول له ها وراه ما خدمتش مليح. ما تلومش ما تلوم حتى واحد، هذا قرا وانت قريت وجلستوا في كرسي واحد، هو خدم منجح هاي ورقته مكتوب فيها مليح هاي ورقته وها هو اليد تاعو كما كان يكتب هذا هو الخط تاعو، وانت يا كنت تجلس معاه ولكن كنت لاهي كنت تلعب ما نجحتش. اذا ما تلوم لا مدرس ولا مدرسه، ما تلوم الا عقلك وما تلوم الا نفسك. هكذا احنا يا اخواني الكرام في هذه الدنيا هذه رانا جميع، ولكن ربي سبحانه راه يحسن الاعمال تاعنا يوم القيامة يعطيها لنا. فهمنا كيف؟ يعطينا الكتب تاعنا نقرأها هكذا كما قال الله تبارك وتعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهمنا؟ كي تروح عند واحد مولاه حانوت ويثيق فيك وتعمر القفة تقول له شحال، يقول لك حاسب روحك بروحك اخويا راك عارف واش ديت حاسب روحك بروحك، قال هاي 10,000 وتجي رايح، علاه يثيق فيك؟ هكذاك ربي سبحانه يعطي الكتاب ويقول لك حاسب نفسك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك بنفسك وتبدا تقرا في الكتاب تقول ها هذه درتها هذه لو كان غير ما درتهاش، هذه درتها هذه غير ما درتهاش، حتى تلحق للطرف للصفحه الاخيره ما تجيش تعرف وين ترصى، ترصى في النار ولا ترصى في الجنه. فهمنا كيف؟ ما يجيك لا ملك يقول لك يا ودي درتها، بس انت وحدك تحكم على روحك تقول ايه درتها ايه هذه ما درتها. اذا والقران واش يقول؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. فهمنا ولا ما فهمناش؟ هذاك اليوم اللي هو يوم القيامة كل نفس تلقى واش دارت من الخير حاضر ما يغيبش. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، هذاك النهار كل نفس تلقى العمل اللي خدمته من الخير موجود. طيب والشر؟ اسمع الشر واش يقول عليه ربي. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. سمعت ولا ما سمعت؟ بنادم هو بنادم كي يلحق الخير يفرح يقول هذه خدمتها مليحة صح، والشر ها يقول هذه غير ما درتهاش لا لا يربح لا جاتني اليوم. هكذاك يا إخواني الكرام، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، والخدمة تاع الشر تقول حال وكان بيني وبينها سنوات طويلة باش ما تلحقش تركها، ولكنها لحقت كيف نديروا لها لحقت لأنك أنت خدمتها حتى واحد ما تدخلها لك في الملف تاعك. احنا رانا عندنا الملفات هذه اللي في دار الشرع كما تقولوا انتوما نتاع السوابق العدليه ونتاع هذه كاشين دي سير كما تسموها انتوما، يستطاع واحد عنده الدراهم يجيبوه له ابيض مضروب بالسطر باللي ما دار والو، صح ولا ماشي صح؟ عنده الدراهم يجيبوه له ابيض لانه ما دار والو مسكين. فهمنا كيف؟ وواحد ثاني كمسكين ما دار والو يعمروه له بالجرائم ويعمروه له بالقتل وبالسجون وهو باري. لماذا؟ لأنهم بشر مثلنا، ولكن الله تبارك وتعالى لما أوكل كتابة الحسنات والسيئات أوكلها إلى ملائكة عظام كرام شداد أتقياء أنقياء لا يحيفون عن أحد ولا يكرهون أحد. أوصفهم الله تبارك وتعالى بوصفين عظيمين ألا وهما كراما كاتبين. هؤلاء الناس الكرام الكاتبين إذا وجدت في أعمالك فاعلم أن هذه الأشياء هذه لم يكتبها لك أو عليك أحد إلا وأنت الذي عملتها أولا. لذلك يا إخواني الكرام ننتبه جيدا، لأن أعمالنا هذه هي مسطرة علينا، ويوم القيامة الله تبارك وتعالى يبسط لنا الصحف
ويبسط لنا الكتب ونحاسب أنفسنا بأنفسنا كما قال العلماء. والله ما ظلمك، من وكلك أن تحاسب نفسك؟ اللي قال لك حاسب نفسك والله ما ظلمك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، حاسب نفسك بنفسك وتبدأ تقرأ في الكتاب، كل حاجة صغيرة وكبيرة لا موجودة. ولكن احنا الآن الكبيرة والصغيرة ضايعين في كل شيء. لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام إلى هذه المسائل، واعلموا أن استجابة لله وللرسول تتمثل في فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن نتابع وأن نتبع كل شيء أمر الله تبارك وتعالى به، وأن نبتعد عن كل شيء نهى الله تبارك وتعالى ورسوله عنه. فبذلك تكون لنا الحياة الأبدية السرمدية في الجنة. وإنما هذه الحياة يعني الذي يعمر فيها أو لا يعمر فإنه سيموت. ولو كان له عمر سيدنا نوح الذي عاش 9 قرون و50 سنة، لما سئل عن الدنيا قال لهم كأنها داران دخل الإنسان من إحداهما ثم خرج من الأخرى. قال لهم الدنيا هذه بحال زوج ديار، دخلت في واحدة وخرجت في الثانية. فهمنا كيف؟ هذا الراجل اللي عاش 950 سنة كما قال ربي سبحانه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50، 1000 سنة غير 50 شحال هي 950 سنة، ولكن ما كلختلوش الدنيا وعاش مؤمنا ومات مؤمنا. ولكن احنا 65 سنة في عمرك، 70 سنة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال؟ قال عمر امتي بين 70 و65 والقليل من يبلغ 80. الامة تاعي العمر تاعها واشنو؟ بين 65 وبين 70، وقليل اللي يلحق له 80. 65 ولا 70 في عمرك ما تجيبش تجوزها في طاعة الله. بعض الناس يقول لك هذه نعقب على جنب، سهل ماشي صح، على جنب نجوز 65 سنة هذه. ولكن احنا 65 سنة فترة قصيرة، ولكن وين مضيعينها في معصية الله تبارك وتعالى. بينما الأوائل 900 سنة، 300 سنة، 500 سنة، وجوزوها كلها في طاعة الله تبارك وتعالى حتى قبضهم الله وهم على التقوى. كذلك نحن يا إخواني الكرام نجتهد ونكد ونجتهد، لأن الموت يا إخواني الكرام أقرب إلى أحدنا من شراكنا له. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت أقرب إلى أحدكم من شراكنا له، والجنة أقرب إلى شراكنا له، والجنة كذلك والنار كذلك. النار قريبة لنا كما هذاك واسمه هذاك الحبل اللي تربط به الصباط أنه تربط به البلغة، والنار مثل ذلك. يعني شوية تعشي في الجنة شوية تعشي في النار، ولكن ما علينا إلا العمل. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا. من بنت تقول هي متحيرة. يا إخواني الكرام أنا أريد من الشباب خاصة سواء كانوا بنات أو كانوا ذكور، كلمة هذه حائرة ينحوها من الألفاظ نتاعهم، لأن الحيرة هذه لابد أن يركبها الشيطان، ثم إذا ركبها الشيطان والعياذ بالله يزلزل الإنسان في دينه ويذهب به بعيدا ويضيع له دينه. المؤمن لا يكون حيران أبدا. لماذا؟ من الذي يكون حيران؟ هو المنافق، هو المشرك، هو الكافر. لماذا يا إخواني الكرام؟ لأنه ليس له رصيد روحي، ما عندوش حاجة تتعلق بالقلب، عنده حاجة تتعلق بالمادة، تخلاص يبدأ يحاسب في نفسه. لذلك الدول التي تنتحر والانتحار فيها عظيم هي الدول المادية. يعني لا رحت السويد تلقى الشباب في العام ممكن يموتوا بال100 بال200. علاش؟ لانه يطلع فوق دار ولا فوق عمارة ويرمي نفسه، يكره نفسه ويرمي نفسه. وفي امريكا مثل ذلك، وفي الدول الكافرة مثل ذلك، ولكن في الدول الاسلامية على الاسلام هذا الصغير اللي راه موجود على هذا الشمعة اللي راه يضوي بالاسلام تلقى الانسان مطمئن، يقول لك كل حاجة عند ربي موجودة، لا عند ربي تكون مالاش ما تكون. فهمنا كيف؟ لذلك انا لا اريد من الشباب ان يقولوا نحن حيرة في امرنا.
لأن المؤمن عنده اليقين في الله تبارك وتعالى، ولما يعمر قلبه بالإيمان فذلك هو النور التام. هذه البنت هذه تقول كيف أتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة مع أنني متحجبة ومع أنني أصلي ومع أنني أخاف بيني وبين الله؟ هذه الحمد لله راهي في طريق التوبة ما عليها ولا شيء، ولكن هي تريد أن تداوم على هذا حتى لا يلعش على منهاج الله. هو شرط عظيم، وهو الإنسان دائما يستحضر عظمة الله في قلبه، فهمنا؟ فإذا استحضر دائما عظمة الله في قلبه والله لا يذهب لا يمنة ولا يسرع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان، وهي درجة عظيمة، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فلما سئل عن الإحسان أسمع واش قال. قال كأنك فتعبد الله كأنك ترى، تعبد ربي بحال راك تشوفه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا هو الإحسان، وهذا هو المنهج الذي يعيش عليه المؤمن حتى يلقى الله تبارك وتعالى، لأن قلبه فإذا امتلأ قلبه بالله تبارك وتعالى وبمنهج الله تبارك وتعالى ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فدائما يكون القلب نتاعه مستيقظ، ودائما القلب نتاعه مشع بنور الإيمان، فلا يذهب يمنة ولا يسرة، ولا يتلبس بشيء من المعاصي ولا بشيء من القذورات التي يأباها الله تبارك وتعالى ورسوله. لماذا يا إخواني الكرام؟ لأن قلبه يصبح مستنير بنور الإيمان، وإذا استنار بنور الإيمان الله تبارك وتعالى يكشف له طريق الإخلاص، فيوفقه إلى طريق الإخلاص ويبعده عن طريق الهلكة. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا في التقوى بمكان، لما كانوا في الإخلاص بمكان، الله تبارك وتعالى أبعد عنهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لذلك لما نجون تصفحوا التاريخ الإسلامي مثلا، ونجون تصفحوا دولة الرسول، دولة عمر، دولة أبي بكر، دولة عثمان، دولة علي، هذه الدولة الإسلامية الحقيقية التي عاشت 30 سنة، 30 سنة الدولة الإسلامية الحقيقية التي هي خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي هي دولة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، 30 سنة. هذه الدولة الإسلامية الحقيقية، هذه هي النموذج تاع الدولة الإسلامية. إذا لما نشوفوا هذه الدولة العظيمة، تعالوا نشوفوا واش كان فيها. لما نبحثوا نقولوا يلا نشوفوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شحال من واحد زنا في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، شحال من واحد زنا، نلقاو مرا وراجل برك زوج، شحال من واحد شرب الشراب واحد، شحال من واحد سرق واحد، فهمنا؟ هذه وقتها واللي عنده كتب يقرا يقول تكذب يا شيخ، فيها 100 واحد 1000 واحد، يجيب لنا كثر خيره، فهمنا كيف؟ والله لا يجد غير ما قلت، فهمنا؟ تعال شوف دولة أبي بكر الصديق، شحال من واحد زنا، ما زنا حتى واحد، واحد اللي سرق برك، وسرق هذا الواحد يا إخواني الكرام، باش نقول لكم اسمعوا لي، واش تشوفوا هذا الإنسان هذا واش سرق؟ السرق فالأولى قطعوا له يده، اسمعوا باش تقولوا الإسلام وكذا ويحقر ويظلم باللي ما كاش كيما الإسلام. لما سرق قطعوا له يده، وشفق عليه سيدنا أبي بكر الصديق، راح هو اليمن، كان في اليمن وسرق وقطع له الأمير تاع اليمن، قطع له يده وجا بدا يبكي سيدنا أبو بكر، قال له ظلمني وسرقت أنا من أموال الصدقة، والأموال الصدقة جائز للإنسان يسرق منها وراك عندي فيها شبه. قال له راه ظلمك، ولكن إذا جارني نعاقبه، فهمنا؟ وجلس أيام، أجلس أيام سيدنا أبو بكر داره في داره في دار الضياف عنده، أجلس أيام السرق الصياغة نتاع مرت أبي بكر الصديق، واش من صياغة؟ عقد سهل، صياغة يا صياغتنا. بداو يحوسوا على الدوزان ذاك ما لقاوهش. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بدا يسأل الناس كاش ما شفتوا كاش ما كذا، واش قال له السراق؟ واش قال له؟ قال له يا أبو بكر سرقته؟ قال له سرقنا.
رفد عنده يد مقطوعه ويد صحيحه، ملينا قطعوا في اليمن قطع له يده، رفد يد صحيحه ويد مقطوعه. اللهم قال له من؟ اللهم من سرق ابا بكر الرجل الصالح البيت الطيب، اللهم اكشفه، دع على روحه. فهمنا ولا ما فهمناش؟ في ذيك العشيه خرجوها من داره، قال له هكذا تسرق وزيد تدعي على روحك باللي يكشفك ربي، وربي كشفك. فهمنا؟ واش قالوا؟ كيما نقولوا احنا مسيكين عنده يد واحده خلوه يروح. فهمتوا؟ اراد يقطع له رجله، والرجل ما تقولوش منا، رجل الانسان الا سرق عده سرقات تتقطع اليد وبعدين تتقطع اليد وبعدين تتقطع الرجل. فهمنا كيف؟ الرجل من تحت من الكعبه كيما تتوضاوا. بغى يقطع له رجله، جا سيدنا عمر قال له والله ما تقطع له رجله غير قطع له اليد الاخرى. فهمنا كيف؟ خلي مجزع الاطراف باش الناس كلهم يتوبوا، واحد واحد في خيله، ولا بغيتوا تسموها بربريه فهو حكم الله، بغيتوا تسموها همجيه فهي حكم الله. احنا ما سرقناش ما درناش، رانا نسرقوا ونخطفوا مع مر الدنيا الاحباس، ورا الانسان في السوق راهم يضربوا فيهم وينحوا لهم الدراهم، والناس تتفرج باللحي وبلا لحي، وما استطاع حتى واحد يقول يا ودي خاف الله علاش تنحي لخوك المؤمن الدراهم. فهمنا كيف؟ لماذا؟ لان قلنا رانا حرين. فهمنا كيف؟ عهد سيدنا ابو بكر واحد اللي سرق، عهد سيدنا عمر امر اللي زنات وزنات مظلومه، فهمنا كيف؟ خدعوها وظلموها، امراه واحده. في عهد سيدنا علي حتى واحد راجل اللي يشرب الشراب اللي هو النجاشي، وهكذا. شوفوا الدوله الاسلاميه، شفتوا الدوله الاسلاميه علاه؟ واحد يقول علاش يا الشيخ؟ هذ الناس ما داروش الفواحش وما داروش المنكرات، لان كانت قلوبهم عامره بالايمان، كانت قلوبهم تضوي. فهمنا كيف؟ القلوب اذا كانت تضوي بنور الايمان، الله تبارك وتعالى كما يكون عندك انت مصباح تمشي في الشارع وتضوي، تعرف الحفره تبعد عليها وتعرف الطريق المسلسل تمشي فيها، هذاك هو راك تضوي. المؤمن يضوي بنور الله، يشوف حاجه مليحه يخدمها، يشوف حاجه فيها معصيه يبعدها. ولكن نحن القلوب كما قال الله تبارك وتعالى في القران: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهمنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الحديث هذا عظيم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الانسان اذا دار ذنب، فهمنا؟ اذا دار ذنب وما استغفرش، ينقط في قلبه نقطه كحله، وبعدين يحسبوها بالحساب كما يحسبوا الطلبه. اذا دار ذنب وما استغفرش ينقض في قلبه نقطة كحلة، يزيد يدير ذنب ثاني وما يستغفرش وما يخدمش الخير يزيد يولي ينقط نقطة كحلة، وهكذا. وهو ينقط يدير في الذنوب وقلبه يتنقط حتى واشنو؟ حتى يولي قلبه كامل كحل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فذلك هو الران الموجود في القرآن في سورة المطففين: كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني الأعمال التي كانوا يكتسبونها ويفعلونها من منكرات رانت على قلوبهم وسيطرت عليها، فأصبحت قلوبهم سوداء، فلا يقرون أو فلا يعتمرون بمعروف ولا يتناهون عن منكر، يصبح قلوبهم كحلة ما يعرف لا خير ولا شر. واللي يبغى نحاسبوه بالقلم كما راكم تقراوا نحاسبوكم، لما نحكموا ورقة بيضاء كما هذه ياك، ونجيبوا قلم كحل ونغمضوا عينينا ونبداو نقطوا هكذا، نقطوا نقطوا نقطوا، ريحوا ربع ساعة نخزروا نلقاوها ولات كحلة ولا ما زالت بيضاء؟ يلا هادروا ولات كحلة. الحمد لله اللي هدرتوا علينا، انتم ما تبغوا الحساب بزاف، تبغوا التدقيق وحنا ندققوا معاكم، ما يهمش. هكذاك الان القلوب تاع العباد اذا دارت معصيه وما رجعش الله تبارك وتعالى باش المعصيه هذه تنغسل، نقطة طيح، والنقطة الثانية والنقطة الثانية، حتى يبقى قلبك حل كما راهي قلوبنا والعياذ بالله. اللهم نسأل أن ينير قلوبنا بنور الإيمان. فهمنا كيف؟ لذلك الآن القلوب تاعنا رانا عليها والعياذ بالله المعصية، رانا عليها والعياذ بالله الفجور، رانا عليها والعياذ بالله الأشياء التي لا يحبها الله ورسوله، فبذلك سيطر عليها المعاصي فأصبحت لا يهمها بشيء، فتجده يفعل المنكر وهو يظنه معروف ويترك المعروف ويظنه على أنه منكر،
لماذا؟ لأن صيغة التمييز التي يميز بها ليست في قلبه. لذلك الذي أراد أن يعيش مؤمنا ويموت مؤمنا فعليه دائما أن يستحضر عظمة الله في قلبه فلا يخاف. هذا هو المقياس. الأخت هذه اللي تقول نتوب لها ولجميع الناس الذين أرادوا أن يعيشوا على منهاج الله حتى يموتوا وهم على منهاج الله، فما عليهم إلا أن يستحضروا دائما عظمة الله في قلوبهم وأن يملأوا قلوبهم بذكر الله وبذكر الرسول وبما عند الله تبارك وتعالى، فهو أغنى من كل شيء. إذن الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا. كرام، ما دام رانا مجموعين الله يجمعنا وإياكم على طاعة الله، كاين حاجة من الشرع أريد أن أنبه عليها حتى أعمالنا إن شاء الله كلها تكون زينة والحسنات اللي ربحناها ما تضيعش. ما هي هذا الحاجة؟ زوج حاجة، اسمحوا لي لا بغيت نطول عليكم. الحاجة الأولى، لما رانا نكملوا الصلاة، صلاة الجمعة، المسجد انتعنا هذا مع أنه وما عندوش الأصوات منين تخرج يصبح المسجد كأنه سوق، وهذا عيب كبير وهذه مصيبة كبيرة، وعلى أننا دخلنا في شرط من عشرات الساعة. يا إخواني الكرام انتبهوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من عشرات الساعة، يعني علامة آخر الزمان، أن ترتفع الأصوات في المساجد. آخر الزمان يبدأ الناس يهضروا في الجوامع، وسحرنا نهضروا ولا مش نهضروا. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وليد عمر بن الخطاب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصواتنا مرفوعة بالقرآن. فهمنا؟ قال خرج علينا الرسول وإحنا نقرأ القرآن وأصواتنا مرفوعة. قال: أيها الناس لا ترفعوا أصوات بعضكم على بعض بالقرآن، لا تؤذوا بعضكم بعضا بالقرآن، القرآن. وقال لك ما ترفعوش أصواتكم وهذا فوق هذا بالقرآن، وما تأذوش بعضكم بعض بالقرآن، كل واحد يقرأ لنفسه. إحنا لو كررنا نقرأ القرآن قال ما عليش رام يقرأ القرآن، راهم يهدروا. والله يصبح المسجد لغط وضجيج كأننا في السوق، بينما الجمعة يا إخواني الكرام الإنسان لما يكمل الجمعة يسبح يستغفر الله يصلي السنة في الجمعة في المسجد، إما يصلي أربع ركعات في المسجد وإما يصلي زوج ركعات يروح البيت، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كيف؟ أما يجلس ربيع ربيع بالإخلاص كملنا نولوا نديروا، اسمحوا لي وننصحكم لوجه الله، نولوا نديروا كين نصارى، النصارى روحوا شوفوا النار الحد، لما يكونوا مع الرهيب يكونوا ميتين في الكراسة هكذا، لما يكمل الرهيب نار الحد ويخرجوا يقولوا عند الطريق يضابحوا ويهضروا واللي يصب البيبا واللي يصب المالبورو واللي يروح للتبرنا، لأنه كملوا الحد. هكذاك احنا كملنا الجمعة، الخطيب نزل يا الله نشوفوا واش كاين واش راهم يقولوا واش ما قالوا، السلعة هذيك جات ولا ما زالت، وهكذا. ويصبح الجماعة تاعنا كان مسجد يصبح حلقة تاع السوق. ولا بد يا إخواني الكرام أن يكون فرق بين المسجد وبين السوق. السوق قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم شر البقاع على الأرض. شر البقاع على الأرض ما هي؟ ماشي تبرنا، السوق. لماذا؟ لأن فيه الحليف والكذب والغش والخداع والنميمة والربا وفساد ما يعلم به إلا الله. صح ولا ماشي صح؟ ولا فيه ذكر الله؟ قال لك اسمعنا شيخ كشك يا دارقي كاين منها كذب. فهمنا كيف؟ إذا كاين حاجة كيشغل شمعة في وسط النهار، واش غادي يدير شمعة في وسط النهار؟ ما دير والو. فهمنا كيف؟ إذا وطيب، وخير البقاع في الأرض واشنها؟ المساجد. احنا الآن خير البقاع في الأرض أردنا أن نجعلها كشر البقاع في الأرض وهي الأسواق. شر البقاع في الأرض هي الأسواق لما فيها من اللغط والفساد. فهمنا كيف؟ وخير البقاع في الأرض هي المساجد. لذلك فعلينا أن نتأدب بأدب المساجد ونحافظ على حسناتنا التي استفدناها في الجمعة، فنحافظ عليها حتى تكتب عند الله كاملة. وإلا إذا أدخلنا فيها اللغو وأدخلنا فيها اللغط وأدخلنا فيها الكلام العابث فلذلك تنقصنا، لا تنقص لنا من الحسنات. فلما نبحث عن حسناتنا فنجد نصها قد ذهبت من جراء
الكلام من جراء اللغط، من جراء الفواحش اللي كنا نتكلمه فيها. إذا فهمنا، حافظوا يا إخواني الكرام على أداب المسجد وحافظوا على حسناتكم، فهمنا كيف؟ ولا تجعلوا أنفسكم تدخلون في شرطا من أشراط الساعة والعياذ بالله، لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي آخر الزمان ترتفع الأصوات في المساجد، يولوا الجوامع يكثروا فيها العذرة ويكثروا فيها اللغط. هذا جانب، هذه نصيحة أرجو أن تعملوا بها لوجه الله، لأن هذا دليل ماشي تعيني أنا، ما قلت لكم شرع داري كسرته لراسي، وإنما قلت لكم اشرعها وشرعها يقول. حاجة ثانية وهي قضية التعجل، لأن احنا الآن المسجد نتاعنا هذا وسائر المساجد أصبح فيه نساء مؤمنات يغشين المساجد، فهمنا؟ جزاهم الله خير، يجوا يسمعوا ربي يبارك فيهم وفيكم جميعا. صبح النساء يجوا يجل الجامع، لما نخرجوا احنا نزربوا ويخرجوا النساء يزربوا، نتلاقوا عند البيبان أو نتلاقوا في الطرقات، فهمنا كيف؟ الإنسان باش يحافظ على الشرف نتاعه ونتاع غيره، وفي نفس الوقت يحافظ على الحسنات نتاعه، نتيسروا شوية، نتأخروا شوية، نتريث قليلا حتى يخرج النساء. وأنصح النساء أن يستعجلن إلى بيوتهن، فهمنا كيف؟ لنساء ثاني رغم لما نكملوا الصلاة يبدأوا تو 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 تو، وفلانة وراحت وفلانة ما جاتش، وعلاش الجمعة هذه ما جاتش، واش بها؟ تقطعوا لها حوايجها ولا مانيش عارف، وهكذا يدخلوا في اللغو ويدخلوا في الكلام. أنا أنصح النساء أن يستعجلن لما تكمل الصلاة، يستعجلن إلى بيوتهن حتى يحافظن على حسناتهن، فهمنا كيف؟ وأنتم أيها الرجال تتريثون قليلا حتى يخرج النساء وتذهب كل إلى سبيله. واحد يقول لك يا شيخ وهذه من عندك؟ نقول له والله ما من عندي، أنا ما نجيب حتى حاجة من عندي. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلوا معها النساء وكان يصلوا معها الرجال، وكانت النساء لما كان الجو ناقي والجو نظيف والصحابة مؤمنون والنساء مؤمنات، كانوا النساء يصلوا مور الرجال، فمن كيف؟ فيناتهم واحد الفسحة صغيرة ويصلوا موراهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسلم، اسمعوا، لما يسلم، لما يكمل من الصلاة ويسلم يتريث قليلا، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا من الأدب بما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتأدبوا غاية الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا الناس هذول لكم تقرأوا البروتوكول تاع الملك والرئيس، كيفاش الناس يدخلوا كيفاش يقعدوا، هذا كله كذب. إذا شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كيفاش كانوا يعيشوا، نتعجبوا من احترام الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا سلم يسلموا معه ويجلسوا، ما يتحرك حتى واحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخرهم قليلا حتى يعلم أن النساء قد وصلت إلى بيوتهن، ثم يقوم فيقوم الصحابة معه. فهمنا لما فهمنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسلم يجلس، الصحابة بطبيعة الحال يجلسون، سيدهم جالس وما ينوضوا، عيب، فهمنا كيف؟ يجلسوا لأن سيدهم جالس وهو سيدنا جميعا وسيد ولد آدم عند الله ولا فخر، فهمنا؟ إذن كان يجلس لما يسلم يجلس، والصحابة يجلسوا معاه ما يتحركوش حتى يعرف باللي النساء راهم وصلوا لديارهم. كي يعرف النساء باللي راهم خرجوا ينوض، كي ينوض ينوضوا الصحابة يخرجوا إلى أشغالهم، يلقوا الطريق صاحية، ما كان ما يصطدموا لا مع امرأة ولا مع رجل، ماشي كي يسلم ينوض ويتلاقوا امرأة وراجل عند الباب، بدليل حتى الباب تاعهم اللي يروح يجد أن هناك باب مازال حتى الآن يسمى باب النساء، وهو في الجهة، وهو في جهة الشرقية من المسجد النبوي الشريف، مسجد باب النساء، كانوا النساء يدخلوا منه ويخرجوا منه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما يتلاقوش في الأزقة ويتلاقوا في الطرق، فهمنا كيف؟ كان يتريث قليلا ثم يقوم، فلما يقوم يجد النساء قد وصلنا إلى بيوتهن. لذلك يا إخواني الكرام نحن كذلك نأمر النساء أن يستعجلن إلى بيوتهن بعد الجمعة، وكذلك نأمر الرجال أن يتريثن قليلا، يريحوا يسبحوا، يريحوا مثلا يصلوا السنة، وبعدين شوية خمس دقائق كذا يعرفوا باللي النساء خرجوا وراحوا لديارهم، يخرجوا كذلك حتى ما نتلاقاوش نساوي رجال في الطرق ونضيعوا الحسنات اللي حافظنا عليها. هذا والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا
وأن يجعل حبنا لربنا تبارك وتعالى لرسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم الحب وأقرب القربات. إنه بالدعوة جدير وعلى ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.